أعلنت وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري أن اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية ستبدأ في 22 من مايو وتستمر حتى 2 يونيو المقبلين، على أن تكون اختبارات الدور الثاني لهذه المرحلة ما بين 20 و29 من يونيو المقبل. وأكدت الكندري تواصل استعدادات الوزارة لتهيئة الطلبة والطالبات، داعية إدارات المدارس لتوفير الأجواء التربوية التي تهدف إلى إخراج الطلبة من التوتر والقلق أثناء فترة الاختبارات.